السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام لعرض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الاثنين الموافق للتاسع من شهر نوفمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي عنونت: ناصر بن حمد متحدثا رئيسيا في قمة الشباب غدا، الباء تطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز البحرنة، وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت: وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام مجلس الدفاع الأعلى، أمنية الغرفة تجيز التصويت الإلكتروني، ومع صحيفة الوطن والتي نشرت: نهرة إنشاء مصنع لمستلزمات اكتشاف الفيروسات وآخر لأدوية الطوارئ، الثروة الحيوانية لا مواشي موبوءة في مملكة البحرين. أما صحيفة البلاد فقد استهلت: توقيع عقد مدينة حمد الشعبي خلال أيام، السايا سكوير معلم تجاري وطبي بارز بالبسيتين. نبدأ مع صحيفة أخبار الخليج، ونقرأ منها أن فعاليات قمة الشباب لعام 2020 ستبدأ يوم غد الثلاثاء بمشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كمتحدث رئيسي في القمة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد وبمشاركة 9 وزراء. ذكر الصحيفة أخبار الخليج أن إدارة الأوقاف السنية أقامت ورشة تدريبية لعدد من مؤذني المساجد والمتطوعين عن طرق تعقيم المساجد، وذلك بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية. وبقلم الكاتبة طفلة الخليفة، نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا لها بعنوان تكيف، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال: يحاول كل من الطلبة والمدرسين وأولياء الأمور أن يتكيفوا مع الأوضاع الجديدة التي فرضتها عليهم جائحة كورونا، وجعلت التعليم عن بعد وعبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الأونلاين. أن هذا النوع من التعليم، مع أنه حل مشكلة الخوف من الإصابة والخوف على الأطفال من التعرض لها، لكنه سبب ضغوطا شديدة على الأهالي وأولياء الأمور، حيث صاروا مطالبين بمتابعة أبنائهم لحظة بلحظة منذ بدء الدراسة وحتى انتهائها. بينما كان الوضع في المدرسة مختلفا كثيرا، حيث هناك أوقات للبرامج الرياضية وأوقات للفسح واللعب مع الأصدقاء والزملاء والتجول في فناء المدرسة وغير ذلك، أعتقد أنه من الضروري دراسة مدى قدرة احتمال الأطفال لهذه الأوضاع وما هي انعكاساتها عليهم. إلى أبرز ما جاءت به صحيفة البلاد، حيث نشرت أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، قائد الفريق الملكي للقدرة، حقق الإنجاز الأول في سباق 160 كيلو مترا، مبينا سموه أن اجتياز هذا السباق يعتبر باكورة الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم المقبلة للقدرة التي ستقام في إيطاليا. نشر الصحيفة البلاد أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف كشف أن مشروع سوق مدينة حمد الشعبي الكائن في الدوار 17 في مرحلة استكمال الترسية، وسيتم توقيع العقد خلال الأيام القادمة. جائزة خليفة التربوية وأطر التعاون العربي المشترك، عنوان مقال في صحيفة البلاد للكاتب محمد الحلي، فإلى هذا المقال: لطالما أكد المهتمون بشؤون التربية والتعليم تعدد الأهداف والمرامي العظيمة التي تنطوي عليها العملية التربوية الشاملة بجميع مراحلها الدراسية
ومختلف تفرعاتها من تكوين وإعداد المواطن الصالح وتعزيز مهارات الابتكار والإبداع وتنمية الفرد وشخصيته واستقلاله. عندما نتحدث عن المهمات التي يجب أن تطلع بها مؤسسات المجتمع المدني باختلاف توجهاتها، لابد من التأكيد على ضرورة الخروج من قالب الجهد الفردي إلى الجهد الجماعي الذي يؤسس العديد من الأفكار الخلاقة الجديدة وبناء الشراكات التي تنعكس على العمل التربوي العربي بشكل فعال. وقد كانت جائزة خليفة التربوية التي تأتي برعاية سامية من سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتي دشنت دورتها 14 مؤخرا عن بعد في مجالات البحوث التربوية مثالا يحتذى به في مجال توطيد الشراكات مع المؤسسات والوزارات داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. إلى صحيفة الأيام، حيث نطالع منها أن مصادر برلمانية أفادت بأن الحكومة تتدارس في القريب العاجل التوجه إلى فصل الرياضة عن وزارة الشباب والرياضة وإنشاء هيئة مستقلة للرياضة. وفي السياق نفسه قالت المصادر إن شؤون الشباب ستبقى تابعة لوزارة خاصة هي وزارة الشباب، فيما سيتم في وقت لاحق دمجها مع وزارة أخرى. ورجحت المصادر أن يتم دمج شؤون الشباب مع التنمية الاجتماعية. لفتت صحيفة الأيام أن وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء كمال بن أحمد قام بزيارة تفقدية لمختبر الأقمار الصناعية في جامعة البحرين الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. وأكد الوزير أن المختبر فريد من نوعه على مستوى مملكة البحرين. بعد إغلاق دام قرابة 8 أشهر عن أداء صلاة الظهر في المساجد بسبب الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، بينت صحيفة الأيام أن يوم أمس تم افتتاح بيوت الرحمن لاستقبال مرتاديها، وشهدت المساجد والجوامع إجراءات احترازية صارمة من أجل منع انتشار فيروس كورونا. نتحول إلى صحيفة الوطن، ونطالع منها أن رئيسة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية نهرة الدكتورة مريم الجلاهمة كشفت عن التوجه لإنشاء مصنع أدوية لإنتاج أدوية الطوارئ التي تعاني مملكة البحرين نقصا منها. من صحيفة الوطن نطلع أن وكالة الثروة الحيوانية نفت الاستيراد من دول سجلت أمراضا وبائية وسارية وعابرة للحدود، مؤكدة أنه يتم حظر الاستيراد مباشرة بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتفشي مرض معين من أي دولة من دول الاستيراد. خط الكاتب حسين التتان مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان الأمن الغذائي وتعليق الجرس الأخير، فإلى هذا المقال. ما جاء به وأكده لنا تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير، إذ قال الديوان في تقريره أن نسبة الأمن الغذائي في البحرين منخفضة مقارنة بدول مجلس التعاون، وذكر أن نسبة الأمن الغذائي بلغت حوالي 67%، وهي بذلك تعد الأقل بالمقارنة مع نظرائها في دول مجلس التعاون التي تتراوح نسبها بين 68% و 81%، التي تتراوح نسبها بين 68% و 81%، في ظل الظروف الصعبة الراهنة ومع تزايد تمدد أزمة جائحة كورونا وصعوبة تأمين المواد الغذائية بشكل سلس،
وكذلك ما قد تسببه أزمات عالمية وصراعات ونزاعات مستقبلية محتملة على الغذاء في العالم، سيكون ملف التأمين الغذائي من أبرز الملفات الوطنية على الإطلاق في الوقت الراهن. الجميع اليوم مطالب بأن يعمل جاهدا على أن يكون هذا الملف من أولويات الملفات الوطنية الحاضرة، سواء من طرف الحكومة الموقرة أو من طرف مجلسي الشورى والنواب والتجار والمستثمرين والمزارعين وأصحاب الخبرات في هذا المجال. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون مملكة البحرين والبث المباشر لقنوات إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر عبر تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي اتش. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.